المقاومة اللبنانية هي التي فجرت لعبتين بالجنود الإسرائيليين في منطقة اللبون بجنوب لبنان قبل أيام وأوقعتا عددا من الإصابات. هذه كانت واحدة من المعلومات الكثيرة والمهمة التي كشفها أمس وللمرة الأولى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. سبب الكشف عن هذه المعلومة جاء في أعقاب أيام من تعمد إسرائيل التعتيم على هذه العملية النوعية لحزب الله. ولفت أنه في خلال حديث السيد نصر الله أمس إلى قناة الميادين كانت وسائل الأعلام الإسرائيلية تنقل مباشرة الأسرار التي يكشفها، بينما إسرائيل المربكة بهذه العملية بقيت شبه صامتة أو ربما أكثر ارتباكا. إذن حديث السيد نصر الله الذي كشف فيه أسرارا كثيرة عن حرب تموز عام 2006 وخصوصا بشأن بعض الأدوار السلبية اللبنانية الداخلية وعدد من الدول العربية مسميا على وجه الخصوص السعودية، حمل رسائل كثيرة إلى الداخل والخارج، مؤكدا أن أمريكا نفسها كانت قد عرضت صفقة على الحزب تسمح له بأن يؤدي دورا محوريا وبأن يحافظ على سلاحه مقابل قبوله تعهد السلام حيال إسرائيل. هذه المعلومات التي أدلى بها السيد نصر الله لمدة 3 ساعات عبر قناة الميادين تؤكد مجددا استمرار المقاومة في قلب المعادلة مع إسرائيل، وخصوصا أن الأمين العام لحزب الله كان قد قال أخيرا بوضوح أن المعركة المقبلة إذا حصلت فستشهد دخول المقاومة إلى فلسطين المحتلة. أسبوع وأكثر انتظرت المقاومة في لبنان لتعلن بعض تفاصيل عملية اللبون على الحدود مع فلسطين المحتلة، عملية أشبه بطريقة عمل صياد يترك لفريسته ممرا تظنه مخطئة أنه آمن. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كشف للميادين ما جرى في اللبونة. ولكن لدينا معلومات مسبقة أن الإسرائيليين سيمرون من هذه المنطقة. طبعا هي منطقة صعبة فيها أشجار كثيفة وفيها صخور ومنطقة جبال وديان وتلال وإلى آخره، فتم زرع عبوات هناك. فجر أولا العبوة الأولى في المجموعة هي قوة خاصة كانت من جولاني، وعندما تدخلت مجموعة التأمين أيضا تم تفجير العبوة الثانية وكانت العبوات مسيطر عليها وسقط إصابات. عملية اللبونة الأولى بعد دخول القرار الدولي الرقم 1701 حيز التنفيذ بعد عدوان تموز 2006 تأتي ضمن سلسلة معادلات متدحرجة دأبت المقاومة على إطلاقها منذ سنوات، فمن معادلة بيروت مقابل تل أبيب إلى معادلة الضاحية مقابل تل أبيب وما بينهما من معادلات النفط والخروق الجوية. عملية أيوب واحدة من العمليات النوعية للمقاومة بعد عدوان تموز، فالمقاومة استطاعت خرق الدفاعات الجوية ووصلت بطائرتها إلى عمق فلسطين المحتلة. قبل أيوب صبرت المقاومة 12 عاما لتكشف تفاصيل عملية انصارية والخرق النوعي لأجهزة الاتصال في طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. عملية اللبونة ليست إلا ترجمة لاستراتيجية دفاعية ينفذها المقاومون، مقاومون أداروا ظهورهم للداخل اللبناني وسجالاته غير آبهين بدعوات لسحب سلاحهم ولقرارات أوروبية أدرجت المقاومة على لائحة الإرهاب، لتبقى وجهة المقاومة ومن دون إذن مسبق فلسطين. السيد نصر الله أكد للميادين أيضا أن إسرائيل لن تستطيع إعادة تكريس نفسها قوة عظمى على شعوب المنطقة، وقال أن زمن الهزائم انتهى رغم كل ما يجري في المنطقة وسنعبر هذه المرحلة. رغم كل ما يجري في المنطقة بالنسبة لنا انتهى زمن الهزائم، ورغم كل ما يجري في المنطقة ورغم كل السواد والظلام واليأس الذي ينتاب ساحات كثيرة وحالات كثيرة، إن شاء الله نحن يعني المنطقة سوف تعبر هذه المرحلة. يعني كنا رايحين عليها على كل حال، سوف نعبر هذه المرحلة. وما تتطلع إليه إسرائيل من إعادة تكريس نفسها في المنطقة كقوة عظمى تفرض شروطها على شعوب المنطقة هذا لن يتحقق.
السيد نصر الله كشف أن حزب الله رفض عروضا غربية تضمنت إغراءات كثيرة مقابل تقديم التزام ولو ضمني بالتخلي عن قضية فلسطين ومواجهة الأطماع الإسرائيلية. ديك تشيني أرسل شخصا أمريكيا يحمل الجنسية الأمريكية ولبناني الأصل، وقدم عرض طويل عريض، يعني نعطيكم مليارات الدولارات، نشطبكم عن لائحة الإرهاب، نسمح لكم بالدخول في الحكومة، لأنه كان علينا فيتو من زمان، علينا فيتو، نفتح أمامكم الدنيا، بتروحوا بتجوا بتاخذوا فيز، بتعملوا علاقات دولية، يعترف فيكم دوليا، يبقى معكم سلاحكم بشرط أن تقدم أنت يعني العبد الفقير التزاما لا نريده علنيا ولا خطيا، التزاما شفهيا في غرفة مغلقة. مقابلة السيد حسن نصر الله للميادين تبعها الإعلام الإسرائيلي مباشرة على الهواء قبل أن تغيب اليوم عن صفحاته الأولى رغم كشفه تفجير دوريتي اللبونة. ما أهم مفاصل المقابلة التي ركز عليها هذا الإعلام أمس؟ التفاصيل مع غراسيا بيتر. المقابلة التي أجرتها قناة الميادين مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حظيت باهتمام استثنائي لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية في ضوء المواقف التي أطلقها والمعلومات التي كشف عنها، ولا سيما ما يتعلق بالكمين الذي وقعت به قوة إسرائيلية في جنوب لبنان قبل أيام. الاهتمام الإعلامي الإسرائيلي جاء شاملا، وكان لافتا أنه واكب كلام السيد نصر الله منذ دقائقه الأولى. كلام السيد نصر الله عن كمين اللبونة اكتسى أهمية مضاعفة في ضوء التعتيم الذي فرضه الجيش الإسرائيلي بقرار من المستوى السياسي على كل تفاصيل الانفجار الذي استهدف هذه القوة والذي أوقع فيها 4 جرحى وفق اعتراف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي. وفي ظل غياب أي موقف صادر عن مسؤولين سياسيين أو عسكريين، برزت التغطية الإعلامية لمواقف السيد نصر الله تغطية غاب عنها الطابع التحليلي لتقتصر على نقل أهم المعلومات التي كشف عنها. الإعلام الإسرائيلي توقف بشكل خاص عند إعلان السيد نصر الله مسؤولية الحزب عن تفجير العبوات الناسفة بقوة من لواء جولاني وحديثه عن معلومات مسبقة امتلكها حزب الله وتهديده بقطع أرجل كل جندي إسرائيلي يدخل لبنان. المعلومات التي كشف عنها السيد نصر الله شكلت بالنسبة إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية تحديا كبيرا في ضوء إشارته إلى الرقابة العسكرية التي فرضت تعتيما إسرائيليا على ملابسات الكمين الذي وقعت به القوة الإسرائيلية، والتي قدمت أجوبة على الأسئلة التي تجنب الإعلام الإسرائيلي الخوض فيها رغم امتلاكه أجوبة عنها. وفي الشأن الحكومي اللبناني أعلن السيد نصر الله تأييده لحكومة تتمثل فيها جميع الكتل البرلمانية، وإذ رفض الحكومة الحيادية رأى أن تأليف حكومة أمر واقع أو أمر واقع خطأ ينعكس سلبا على البلاد برمتها. طيب لما بيجي رئيس سعد الحريري بيقول طب أنا وياكم خارج الحكومة، أنه هلأ هو زهدان يعني تضحية. لا هاي مش تضحية، هذا طلب أمريكي. الأمريكان وبعض الدول العربية والسعودية بالتحديد ما بدهم حزب الله في الحكومة، 1. 2 ما بدهم الفريق الآخر بمعزل عن حزب الله، يعني بقية هذا الفريق السياسي اللي نحن جزء منه، أن يكون له شراكة حقيقية في الحكومة، هذا بدهم إياه. طيب لذلك إذا بتوقف الأمر أنه طيب لا مستقبل ولا حزب بيمشي الحال. طيب ما رئيس الحكومة 14 أذار، هي قصة مستقبل ولا يأس خط سياسي وقوى سياسية؟ وحول التفاصيل والأسرار التي كشفها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال مقابلة الأمس عبر قناة الميادين، ينضم إلينا من بيروت الوزير السابق الدكتور عصام نعمان. دكتور عصام أهلا بك. بداية يعني كشف السيد نصر الله بالأمس تفاصيل عملية اللبوني، وأيضا تبنى هذه العملية وقال إن المقاومة هي من زرعت الألغام التي فجرت في اللبوني في دوريتين إسرائيليتين. هذا الكشف وهذا التبني في هذا التوقيت بالذات ماذا يعني؟ الحقيقة أن السيد حسن نصر الله كان لمح إلى انتهاج هذه السياسة في خطبته من قبل الأخيرة، عندما قال أن يعني البعض يعتقد أن انشغال
حزب الله بمعركة القصير قد تصرفه عن الأولوية الأولى بالنسبة إليه وهي مقاومة إسرائيل. فقال آنذاك السيد حسن نصر الله أن إسرائيل تعرف أن التركيز الأساسي عند المقاومة هو على فلسطين المحتلة وعلى منطقة الجليل تحديدا، أشار إلى ذلك. وعليه أعتقد أن ما كشفه في خطبته الأخيرة ينم فعلا عن علم حزب الله ببعض جوانب ما كانت تعده إسرائيل، الأمر الذي مكنه من الاستعداد لها وبالتالي من إيقاع القوة الإسرائيلية التي دخلت على مرحلتين، الإيقاع بها وإلحاق خسائر يعني جسيمة بها. صحيح أن إسرائيل تكتمت على الموضوع، ولكن مجرد حرصها على التعتيم على الموضوع ينم عن أن الخسائر كبيرة وهي لا تريد أن تفصح عنها كي لا تترك انعكاسا سلبيا لدى الجمهور الإسرائيلي. طيب يعني برأيك السيد نصر الله بالأمس كان يوجه رسالة، يعني رسالة إلى محورين ربما، أو رسالة ذات قطبين، الأولى إلى إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي والسلطة الإسرائيلية، ورسالة إلى الداخل الإسرائيلي بعدما كشف عن هذه العملية وتبني هذه العملية، كان يحاول إحداث إرباك ربما في الداخل الإسرائيلي. أعتقد أن يعني الهدف المباشر هو يعني تحدي أو مواجهة الحكومة الإسرائيلية. الجمهور يعني يتأثر بالضرورة بما يقوله، ولكن المستهدف بالدرجة الأولى الحكومة، إفهام الحكومة الإسرائيلية بأن حزب الله على سياسته الأساسية ما زالت مقاومة إسرائيل هي الأولوية، وقدم برهانا على ذلك بالعملية الأخيرة التي حصلت، ولمح إلى أكثر من ذلك، إلى استعداد حزب الله يعني الدخول إلى داخل الأرض المحتلة. هذا في شق آخر، لكن بالأمس أيضا وجه الأمين العام لحزب الله تهديدا أو تحذيرا، قال إن الأقدام التي ستطأ الداخل اللبناني أو الجنوب اللبناني سنقطعها. يعني هذا التحذير كيف تتم قراءته؟ تشديد على أولوية المقاومة، ما زالت المقاومة، مقاومة إسرائيل هي أولوية. وللبرهان على ذلك أطلق هذا، يعني لا أقول التهديد، هذا التشديد على هذه السياسة، وهو يعني ما يقول، استدرك قليلا، قال إذا ما علمنا بحصول عملية من هذا النوع، إذا علمنا فلن نتردد في الضرب ونقطع أرجل الجنود. إذن أعتقد أن إسرائيل ستضع هذا في حسبانها، لن تستطيع أن تتحرك بحرية كما في الماضي البعيد ولا أقول القريب، لأن حزب الله سيكون بالمرصاد. طيب برأيك هل الأمين العام لحزب الله سيد نصر الله بالأمس أدخل ربما معادلة جديدة، المقاومة تستطيع أن تحمي لبنان برا بحرا وجوا؟ هذا الموضوع قاله أو يعني أفصح عنه في أكثر من خطبة في الماضي، إنما في مجال الدفاع عن النفس لم يقل مرة واحدة أن حزب الله بصدد سياسة هجومية، ولكن إذا ما اعتدت إسرائيل فهو سيرد. حزب الله سيرد. طب المعادلة سيرد. الأخرى التي أرساها، يعني بالأمس قال إذا حصلت أي حرب جديدة ستكون المقاومة داخل فلسطين. نعم هذا ما قاله. نعم. وهذا واضح. وأود أيضا أن أذكر بما قاله في إحدى خطبه منذ 3 سنوات على ما أعتقد، وبمناسبة يعني الانتصار في 14 أغسطس 2006، قال يتحدثون عن إمكانية قيام إسرائيل بفرض حصار بحري على الموانئ اللبنانية، ونحن نقول لإسرائيل أن بإمكان المقاومة أن تفرض هي تحديدا الحصار على
الساحل الفلسطيني المحتل. نعم. وقال أيضا أمرا يعني لافتا، قال على طول الساحل الفلسطيني المحتل، ولن نتحدث الآن عن البحر الأحمر. نعم. الدكتور عصام نعمان، عفوا الدكتور عصام نعمان الوزير والنائب اللبناني السابق، شكرا لك لحضورك معنا في سيناتي. ونبقى في لبنان، وفي إطار تغطيتنا لانتصار تموز، ارتكبت إسرائيل في هذا البلد مجازر داخل البيت الواحد، وعائلة شرف الدين خير مثال. جراسيا بيتار. إنها الحاجة مريم شرف الدين تروي مجزرة ارتكبتها إسرائيل في هذا المنزل هنا في بلدة الطيبة. هذه الدار للشهيد علي حسين شرف الدين. استاذ حسين، أين نحن في هذا المنزل، في هذه الغرفة تحديدا؟ ماذا حصل منذ عام 75؟ من العام 75 ب1/1 ال 75 كنا بهي الغرفة قاعدين عم نسهر الساعة 10:30 بالليل. كان المرحوم بيي وخيي وخيي وأنا. بقينا بهي الغرفة اللي نحن هلا موجودين فيها، اللي هي أربعة بأربعة، محصورين من قبل قوة إسرائيلية قدرت يومها ب 200 جندي إسرائيلي. ليه أمي؟ بقول لها أنتم بعدكم طيبين؟ قالت لي إيه. أخوتك وين؟ قلت لها والله أخوتي استشهدوا. بيك وين؟ قلت لها يا أمي ما عادش تقولي في حدا، هذا بيي هون. لقيته جثة بلا راس واقع على البرندة على راسه. عم نشوف نحن وحضرتك كمان جريدة مع الأستاذ عباس اللي هو شقيقك. شو قصة هالجريدة أستاذ عباس؟ هاي الجريدة بتحكي عن الحادثة باليوم التالي من المعركة، الملحمة اللي صارت بيننا وبين اليهود. الشهيد علي شرف الدين الوالد، الشهيد عبد الله شرف الدين الشقيق، الشهيد فلاح شرف الدين كمان شقيق، والشهيد محمود قايك جارنا ابن الحارة وابن الطيبة. صغارا كانوا أولاد علي شرف الدين يوم المجزرة، ومنهم الحاجة سمية التي تتذكر التدمير الثلاثي لمنزل والديها على اليد الإسرائيلية. دمر هذا البيت ثلاث مرات، مش بس مرة. أول مرة سنة 75 لما استشهد بي وأخواتي، ثاني مرة دمر بالاجتياح 78، وثالث مرة باجتياح 82. فهن بيدمروا نحن بنعمر، حنستمر، في شيء حيوقفنا إن شاء الله. نحن إذن في رحاب منزل جنوبي لا يعرف الاستسلام ولا الخنوع، يرتشف المقاومة كما يرتشف قهوة الصباح، ومع كل صباح مستعد للمقاومة أمس واليوم وكلما دقت ساعة معركة جديدة. من بلدة الطيبة جنوب لبنان، قلعة جبل عامل. جراسيا بيتار، الميادين. نحن لك كل اللي صار، مش هذا بيتي راح، ولك في دعج للمقاومة، ولك في دعج للمقاومة، وبيتي بالضيعة راح، في دعج للمقاومة. أهلا بكم من جديد. 525 قتيلا في مصر وأكثر من 3570 جريحا هي الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية لاشتباكات أمس الدموية، اشتباكات لم تقتصر تداعياتها على الداخل المصري بل امتدت إلى الخارج، إدانات واسعة ومطالبات بإجماع عاجل أو باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي كما دعا اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فيما سارعت دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى استدعاء سفراء مصر لديها، في وقت شدد فيه الرئيس الفرنسي على ضرورة بذل كل الجهود لتجنيب مصر الحرب الأهلية وعلى وجوب إلغاء حال الطوارئ
المعلنة في البلاد بسرعة. وفي القاهرة استمرت أعمال العنف المتنقلة في المحافظات بعد يوم على فض اعتصامي الإخوان المسلمين في ميداني رابع العدوية والنهضة، هذا في وقت قالت فيه وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السلطات المصرية أحالت 84 شخصا من مدينة السويس، بينهم أعضاء في جماعة الإخوان وأنصار لها، على النيابة العسكرية اليوم بتهم منها القتل وحرق كنائس. وأشارت الوكالة إلى أن قاضي التحقيق يمدد حبس مرسي على ذمة التحقيق 30 يوما في وقت دعت جماعة الإخوان إلى مسيرة بعد ظهر اليوم. أحداث يوم أمس انتهت بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر وحظر تجوال. وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في القاهرة محمد ناصر. محمد، آخر التطورات الميدانية أيضا، ماذا في التطورات السياسية؟ الأوضاع الميدانية كانت هادئة فترة طويلة حتى قبل ساعة من الآن، حيث شهدت القاهرة العديد من الجنازات الخاصة بتشييع الجثامين، كان من أبرزها قيام جماعة الإخوان المسلمين بتشييع ما يقرب من 100 جثمان من ضحايا فض الاعتصام بالأمس، وذلك في حي مدينة نصر وشارع مكرم عبيد، حيث احتشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين في تشييع الجنازة وقاموا بقطع الطرق في مدينة نصر ومسيرة ضخمة. على الجانب الآخر شهد مسجد الشرطة في قلب القاهرة أيضا تشييع ما يزيد عن 40 من رجال الشرطة الذين لقوا حتفهم بالأمس في عملية فض الاعتصام. وقبل نصف ساعة من الآن فقط قامت جماعة من شباب جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم باقتحام مقر محافظة الجيزة وقاموا بإشعال النيران فيه واحتلال بصورة شبه كاملة، وقاموا بإنزال جميع الموظفين منه، الأمر الذي استدعى قوات الأمن إلى إغلاق أغلب الشوارع المحيطة بمحافظة الجيزة، وأيضا والدعوة لجميع المواطنين بمغادرة الأماكن تأهبا أو تحسبا لقيام قوات الأمن بمحاصرة محافظة الجيزة ومحاولة القبض على جماعة الإخوان المسلمين. أيضا هناك قطع للطريق الدائري القادم من الأسكندرية في طريقه إلى شارع الهرم أو حي الهرم فوق الطريق الدائري من قبل جماعة الإخوان المسلمين. هناك مسيرات في عدد من المحافظات، حيث في بعض المحافظات شهد جماعة الإخوان المسلمين والشبابية يرفعون السلاح الآلي في مسيرات في محافظة بني سويف والمنيا وأسيوط وغيرها. أوضاع أمنية شديدة الالتباس والشوارع في القاهرة اليوم رغم أننا لسنا في ساعات حظر التجول لكنها خالية بنسبة كبيرة، هناك سيولة كبيرة في المرور في الشوارع التي لم يتم قطعها، ربما الجميع يتحسب من وقوع صدامات أو أعمال عنف، ومن ثم لا توجد حياة المعتادة في القاهرة في مثل هذا الوقت. نعم محمد. محمد ناصر مدير مكتب الميادين في القاهرة، شكرا لك. بموازاة ذلك أفادت أرقام أولية أن نحو 15 كنيسة واثنين من الأديرة تابعة لطائفة الجيزوت في القاهرة والجيزة تعرضت للتخريب إثر الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. هذا وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إن الشرطة تكبدت 43 قتيلا بينهم ضابطان برتبة لواء وآخران برتبة عقيد، مضيفا إنه جرى التمثيل بجثث الضباط بعد اقتحام قسم شرطة كرداسة في الجيزة باستخدام مدافع RPG. وأكد الوزير اقتحام عدة مراكز أمنية وإحراق 7 كنائس على يد أنصار الرئيس المعزول، كما حاولوا اقتحام سجني طرة والفيوم. وسط هذه الأجواء تزداد المخاوف من تنامي العنف الطائفي في مصر في ضوء أحداث طائفية شهدتها أكثر من محافظة. منظمات حقوقية عديدة تدين باستمرار العنف وتطالب الدولة بأن تطبق القانون والمواطنة على الجميع.
الأحداث الطائفية في مصر تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة. آخر هذه الأحداث اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في قرية بني أحمد بمحافظة المنيا بصعيد مصر، قتل فيها شخص واحد وأصيب 16 آخرون، والسبب أن قبطيا صاحب مقهى كان يستمع لأغنية تشيد بالسيسي، الأمر الذي أثار غضب معارضين له. بعدها بيومين نشبت اشتباكات أخرى بين مسلمين وأقباط في قرية الدبايب في محافظة بني سويف، عندما بنى قبطي مطبا في الطريق، اشتباكات نتج عنها احتراق جزء من كنيسة القرية. تطورات دفعت حركات مناهضة للتمييز الديني إلى المطالبة بضرورة تطبيق مبدأ المواطنة والقانون وعدم اللجوء إلى الحلول العرفية. ما فيش حاجة اسمها جلسات عرفية، طول ما احنا بنعمل جلسات عرفية يبقى احنا ما فيش قانون. أننا مع كامل أو متضمنين بشكل كامل جدا مع إخواتنا المسيحيين في الحصول على حقوقهم، وذلك لن يكون إلا بتشريع جديد يغلظ العقوبة على كل من تسول له نفسه الاعتداء على مسجد أو اعتداء على كنيسة. احنا عايزين حق المواطنة أن كل الناس تتعامل بشكل طبيعي، وأنه ضروري فعلا أنه يطبق القانون بصرامة على من ارتكب الجرم من الطرفين. هذه الأزمة يزيد من تعقيدها استغلالها سياسيا من قبل قوى سياسية بغرض التشويه والإضعاف كما يقول مراقبون. بدل ما نشوف كل الجهات في مصر تحاول أن تبقى على قلب رجل واحد وتسعى لإطفاء نار الفتنة في بني سويف أو في سواج في أي مكان، يتم تجاهل هذا الأمر تماما وينطلق الجميع كل في مساره ليستغل الفتنة لخدمة مصالحه. هكذا تبقى قضية حرية العقيدة على صفيح ساخن إلى أن تبدأ الدولة بمعالجة مواطن الخلل، لا سيما أن خطورة هذه القضية تتمثل في أنها بدأت في التمدد داخل المذاهب المختلفة وداخل الدين الواحد على السواء. الاحتقان المتراكم والفراغ الأمني وعدم إصدار قانون موحد لدور العبادة وانتشار الأحزاب على أساس ديني، أمور يقول المتخصصون إن حلها هو العلاج لأحداث الفتنة الطائفية في مصر. محمد العارف، القاهرة، الميادين. ومن القاهرة ينضم إلينا رئيس حزب الوفاق القومي محمود رفعت، كما ينضم إلينا أيضا من القاهرة عضو أمانة الإعلام في حزب الحرية والعدالة السيد حامد مختار. سيد محمد رفعت، بداية يعني هناك عملية شجب واسعة، أيضا عملية شجب دولية، انتقادات دولية واسعة واستدعاء للسفراء في بعض الدول على خلفية ما جرى أمس في مصر وانتقادات للجيش على خلفية ما جرى كما ذكرنا. كيف ستتصرف السلطات المصرية إزاء ذلك؟ أنا أعتقد أنه السلطات المصرية قدمت التصرف الصحيح. هناك مجموعة من الأفراد رأوا أن يتخذوا من الدين وسيلة لفرض سطوتهم على الدولة داخل مصر ويقيموا دولة داخل الدولة على حسب رؤيتهم الخاصة وعلى حسب منهجهم وعلى حسب ما يرونهم وليس ما يراه الشعب المصري كله. وبالتالي كان لابد للدولة من أن تحافظ على هيبتها وكرامتها ووجودها بأن تقطع هذا الباب تماما وأن يعود المصريين مصريين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، يتساوون في كل شيء داخل مصر ما داموا مواطنين يتمتعون بالجنسيه المصريه. اما ان يقال ان هذا مسلم وهذا مسيحي ثم هذا مسلم وهذا سني وهذا شيعي واثاره هذه الفرقه بين ابناء الوطن الواحد، فهذا ما لم نراه الا في الاونه الاخيره حين حاول الاستعمار والصهيوني ان يصدروا الاسلوب الجديد الذي بدا لتقسيم المنطقه العربيه على اساس طائفي وديني وجغرافي، واتخذوا من الجماعات الدينية وسيلة لتحقيق هذا الغرض، فكان الأمر في مصر بأن تتبوأ نعم جماعة محمد. أيوة. نعم. طيب سيد محمد ابقى معنا لو سمحت، سننتقل إلى السيد حامد مختار. سيد حامد، يعني فض اعتصام رابع العدوية واعتصامي رابع العدوية والنهضة بالأمس، ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة، كان هناك اشتباك بالسلاح الحي وبالخرطوش بين قوات الأمن وبين مسلحي الإخوان المسلمين، كان هناك مسلحو الإخوان المسلمين يظهرون لأول مرة بهذا الشكل في الشوارع. اليوم الإخوان المسلمون يدعون إلى تظاهرات، ربما هناك تظاهرات بدأت اليوم بالفعل بالقاهرة في هذه الساعة، إلى ماذا يسعى الإخوان بعد فض الاعتصامين؟ يعني بداية أولا دعونا ننعي إلى الشعب المصري كله أكثر من 2800 شهيد سقطوا بالأمس في هذه المذبحة التي قام بها قائد انقلاب الدولة عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته محمد إبراهيم
بمشاركة مجموعات من البلاك بلوك وكثيرين من الذين ساهموا في إراقة الدماء الشعب المصري أيا كان انتمائهم. ثم ثانيا ننعي الضمير الإنساني لدى بعض المصريين للأسف. العالم الخارجي كما تفضلت وذكرت أبان ما حدث من مجزرة حدثت بالأمس على أرض ربيعة العدوية والنهضة، ولكن للأسف نجد من بعض المصريين الذين صموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن أن يروا الحقيقة المجردة كما رآها الغرب. ننعي هذا الضمير إلى العالم كله. ثم إنني أقول أن حصر الصراع في مسألة مشكلة ما بين الإخوان المسلمين والنظام القائم هذا يعني هذا باطل، لأن المسألة تتعدى الإخوان المسلمين بكثير. يا سيدتي هناك الملايين في الشوارع لها أكثر من 40 يوم تجوب شوارع وميادين وقرى مصر تطالب بعودة الشرعية وتطالب باحترام إرادة الجماهير وتطالب قادة الانقلاب بالدرجة عما فعلوه. هذه الملايين لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين جزء من تحالف دعم الشرعية. هذا التحالف يضم كثير من القوى وكثير من الأحزاب التي تحترم الديمقراطية وتحترم الشرعية وتحترم إرادة الجماهير ضد من قاموا بالانقلاب. لذا ينبغي أن نوضح جيدا، نحن لسنا الوحيدين في الطرف المقابل، هناك جموع ملايين من الشعب المصري على اختلاف انتماءاتها وعلى اختلاف حتى دياناتها. هناك كثير من المسيحيين الشرفاء كالأستاذ نيفين ملاك وغيرها معنا في تحالف دعم الشرعية، معنا ضد الافتئات على إرادة الناس، معنا ضد المجازر التي حدثت على مدار أكثر من 40 يوم بداية من مذبحة الحرس الجمهوري ثم المنصورة ثم المنطة ثم بالأمس ربيعة العدوية والنهضة. رأينا كيف يتم قتل المعتصمين السلميين بدم بارد. طيب من هنا لا سيد حامد، نعم السيد حامد، هذه هي النقطة، يعني حمل السلاح والذخيرة بشكل كبير التي استخدمت بالأمس، الأسلحة التي استخدمت بالأمس، يعني قذائف أر بي جي أيضا استخدمت بالأمس في أقسام الشرطة، وجرى يعني التنكيل بجثث قتلى أو ضحايا الشرطة. اولا بالنسبه لنا في اصفهان ذات العدويه لم يكن هناك سلاح، وهذا بشهاده كافه الوفود الدوليه بالصور ضبط السلاح بالصور. سيد حامد نعم كان هناك صور للسلاح المضبوط بال سأجيب لكن اوضح امر بالنسبه لاعتصام ربيع العدويه لم يكن هناك سلاح، وهذا بشهاده كافه الوفود الدوليه التي جاءت، سواء كان الاتحاد الافريقي او الاتحاد الاوروبي او غيرها، التي جاءت وطاقه الميادين وشهاده وسائل الاعلام. ولو كان هناك سلاح باعتصام ربيع العدويه كما كانوا يشيعون من وجود اسلحه كيماويه واسلحه ثقيله والى ذلك لما حدثت هذه المجزره، ولا استطاع هؤلاء المعتصمين السلميين الدفاع عن انفسهم ضد هذه الوحشيه والهمجيه التي كانت تلقى عليهم من الارض ومن الاسطح من القناصه بل ومن الجو، الذي نرى لاول مره تقوم الطائرات الحربيه والطائرات الهليكوبتر الفجائع الداخليه بالقاء قنابل ورصاص حي على المعتصمين. متى هل هذا حدث امس؟ لكن مساله ما حدث خارج حدود اعتصام ربيعة العدوية يا سيدتي، حينما راى جموع المصريين ما يحدث من إراقة للدم المصري على أيدي قوات الداخلية وقوات الجيش، تحرك كثير وكثير من المصريين تجاه ما رأوه أنه عدو وهو يتمثل عندهم في مباني وزارة الداخلية. هذا ما حدث في بعض القرى وفي بعض المحافظات. ينبغي على الجيش. لكن أن نقول أن الذين اقتحموا والذين هاجموا هم الإخوان المسلمين، إذا فمن الذي كان في ربيعة العدوية وكان في النهضة؟ ألم يكونوا ذلك من الإخوان المسلمين؟ هذا ما يريدون ان يشعروا بالنكبه. بخصوص سيد حامد بخصوص اقتحام الكنائس المسلمين. بخصوص اقتحام الكنائس، يعني كان هناك شعارات او ربما كتب شعارات على جدران الكنائس. مثلا احد الشعارات التي كتبت على جدران الكنائس: بابا النصارى خلع امام المسلمين، في اشاره الى الرئيس محمد مرسي. طيب انتقل الى السيد محمد رفعت، يعني بالفعل كما يقول السيد حامد هناك اعداد ضحايا هائله، يعني هو ذكر رقم اكثر من 2800 قتيل بالأمس. وزارة الصحة ذكرت بأن هناك 500 أو ما يفوق 550 قتيل، والعدد إلى ارتفاع. يعني كيف نفسر هذا العدد الكبير من الضحايا، وكيف أيضا ستتصرف السلطات المصرية إزاء ذلك؟ هذه الجماعة لم تفكر أنها تدخل معركة في مواجهة الدولة. هذه الجماعة أرادت أن تتحدى سلطة الدولة بجيشها بشرطتها بكل ما تملكه الدولة من إمكانيات. أستأذن حضرتك انه لما يتقال عن الضمير يتقال عن اللي وقف على منصه ربع العدويه يقول اوقفوا ما يحدث في مصر فورا واحنا هنوقف القتال اللي بيدور معاكم في ارض سيناء، وده كلام مسجل ومذاع. لما يتقال الكلام ده يتقال برضه انه ما حدث في المنصوره، وانا يمكن بكلم حضرتك دلوقتي حاليا من المنصوره، لما راحوا يصلوا في الجمعيه الشرعيه وفجاه خرجوا بعد صلاه العصر بالسلاح على كل الناس اللي موجودة في الشارع، إطلاق نار وضرب وقتل
وتكسير للمحلات وضرب لكل من يواجههم في الطريق دون البحث عن هويته. ثلاثة، أنه الاعتداء على الكنائس داخل مصر للإيهام بأن ما يحدث في مصر هو مواجهة مع المسيحيين في مصر والإشعال الفتنة الطائفية هو ما يقوم به الإخوان المسلمين. أربعة، أنه ما سبق لهم مما قاموا به حين قاموا بذبح الشيعة علنا جهارا نهارا داخل مصر يؤكد أنهم يقومون بإشعال الفتنة داخل مصر. هؤلاء لا يعرفون أن الإسلام دين السماحة وأن الإسلام دين الحب. نعم، وأنهم لو كانوا يسعون للدعوة للإسلام ما كان منهم أن يبادروا بالقتل. لماذا تقتل مسلما لأنك تختلف معه؟ هل الجهاد يجوز من مسلم ضد مسلم؟ هل يجوز أن تقتل مسلما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن اختلفت معه فإن حد الجهاد يقام؟ نعم سيد بقتل محمد. هذا الشخص، هؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم آخر الزمان يتحدثون بلغة القرآن ويحدثون بلغة طيبة كاللغة التي نتحدث بها في ديننا، ثم لا تخرج أقوالهم عن حناجرهم لأنهم في النهاية هم خوارج على هذا الدين. نعم. وهؤلاء الخوارج حاولوا نعم. أن يهدموا دولة مصر لأن مصر حين تقع الأمة العربية كلها. نعم سيد محمد. إذا كان هذا ما يحدث في مصر نعم. ليس من واجب الدولة أن تواجههم. نعم سيد محمد رفعت، يعني نعتذر لضيق الوقت. رئيس حزب الوفاق القومي حدثنا من القاهرة. أيضا نشكر السيد حامد مختار عضو أمانة الإعلام في حزب الحرية والعدالة أيضا حدثنا من القاهرة. إلى العراق الذي كان اليوم مجددا هدفا للهجمات الإرهابية، هجمات أدت وفق حصيلة أولية إلى مقتل 33 شخصا وجرح العشرات في بغداد والمناطق بحسب ما أعلنت الشرطة العراقية. التفجيرات استهدفت القاذمية والحلة وباب المعظم وعدة مدن أخرى من بينها كركوك. منى عثمان فلسطينية من مخيم البداوي في شمال لبنان، عمرها 9 سنوات ووزنها أيضا كذلك. أعياها المرض فمرضا السحايا والسل فتكابها، تحتاج لعملية سريعة خارج لبنان لتحافظ على ما تبقى من جسدها الهزيل. تفاصيل مع بيسان طرف. أشبه بهذه اللعب التي تحيط بها مع فرق وحيد فقط، قلب ينبض ولكن ألما. بعيوني انت ستي يا مريتي. بين صورتين مرت السنين وجسم منى يحاول على الأقل البقاء على حاله، إلا أن جسدها الندي أفقده المرض حيويته ويأبى أن ينهار أمامه. شو بدك تقولي عشان الصحة؟ رب تحميني. بين الصورة والنقيض لغز، عمرها المساوي لوزنها 9 أعوام بوزن 9 كيلوغرامات، معادلة تكشف وهن جسدها بعدما حرمت بين ليلة وضحاها أهم أسس الحياة، الصحة. عملت لها فحوصات وبعتن على فرنسا، تشخصت انه الجرثومة هي انتاي مش ذكر. الحكي مع التقرير وعلى كلامه انه ما عاد تبي يعني سل وسحايا ومي بدماغ وكهرباء وشلل كامل. هاي شفتك يعني ما عم احكي من عندي، هاي البنت قدامك وبنروح لعنده يعني هلا لا سمح الله البنت تتعب على الاخر، فبنتصل بالدكتور بقول لي ما فينا نعمل لك شيء. فقر هذه العائلة تغنيه عزة نفس تأبى الشفقة المادية، عائلة تؤمن بالقضاء والقدر إلا أن إرادة الحياة تتطلب المساعدة. مرض نادر وغربة وحرمان، وللأسف وضع منى يتراجع يوما بعد يوم. الأونيروا لم تتكفل بعلاجها إلا لمدة 3 أشهر منذ مرضها عام 2010. ما بدي مصاري، أنا أملي كله أنه يأخذ، لو ما في داعي أطلع أنا، لو بطلعوا البنت
يتبنوها ياخذوها. انا طمعت كلها بهالحياه انه هالبنت اشوفها صبيه. يلا تنام يلا تنام، لا تذبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تصدي. المرض اصاب النخاع الشوكي والبطن. الخوف اليوم كل الخوف من ان يصل الى الصدر، اي الى نقطه الصفر او اللا عوده. صارت رايحه كذا مره من بين ايدي، بس عظمه رب العالمين عم يعطيها امل، وعم يعطيني امل انه اقدر اساعدها. وهي قصه منى، وهي حكايه منى، الا 3 سنين اعاني فيها ولحديت اسا عم بعاني وما اعرف شو بدي اعمل. في عيني هذا الملاك بريق امل ومناجات، رغم صمتها وعدم قدرتها على نطق استعادته بمعجزه. منى حياتها اليوم كمسافر ينتظر في محطة أموات. منى تواجه الأمرين كما يقول المثل العربي القديم، أي المرض والفقر. أضناها المرض ولا إمكانية لعلاجها في لبنان. العلاج متاح في أوروبا أو في أمريكا، ولكن القدرات المادية لدى أهلها غير متاحة. إذن هذه الفتاة تواجه الأمرين ولا تعرف ما سيكون عليه مصيرها. بسام طراف من مخيم البداوي شمال لبنان، الميادين. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إقدام عناصر من الدولة الإسلامية في العراق والشام على إعدام فتيين بعدما خطفوهما من مدينة نبل في ريف حلب تحت ذريعة موالاة بلدتهما للنظام. أمر جهود الدولة الإسلامية في العراق والشام بخطف عنصرين من شبيحة نبل والزهراء. بدأت الحياة الطبيعية بالعودة إلى معظم أحياء مدينة حمص بعدما انحسرت رقعة الاشتباكات إثر سيطرة الجيش السوري على حي الخالدية وفصل الأحياء المدنية عن الأحياء المتوترة الأخرى. سيطرة الجيش السوري على حي الخالدية لا تعني نهاية المعارك في حمص، بل هي بداية مرحلة جديدة في التقدم العسكري نحو معاقل المسلحين. فحمص هي عقدة الوصل بين دمشق والشمال، والسيطرة عليها تعني فتح طرق إمداد برية نحو جبهات مشتعلة في الجوار، فلا مجال للمساومة على المدينة الوسطى. كل الظروف أثرت على الحياة، خربت البلاد هالحرب هذه اللي جابونا إياها، كنا عايشين بنعيم. هلأ الوضع صار ممتاز وأحسن من أول بعد ما تحررت خادي. أول شيء كنا محاصرين وما نحسن لا نجيب أغراض للمحل ولا بضاعة يعني، وكانت تنزل قذائف كثير علينا ووضع كثير مأساوي يعني. بس هلا بعد تحرير الخالدية صار الوضع كثير كويس والامور ان شاء الله على احسن، وهي العالم كله عم يتحرك. استعادة الخالدية كانت بمنزلة ضربة عسكرية كبرى لابعادها المعنوية والاستراتيجية في حرف منح الصراع وتحييد المدنيين في احياء الجوار عن بطش المعارك الدائرة. الارتياح الشعبي بعد فصل الاحياء الامنة في شرق المدينة عن شمالها انعكس بوضوح على الحياة اليومية، وهكذا فحمص تتعافى من ضربات موجعة كانت قد نالتها خلال عامين ونيف من عمر الازمة. هلا نحن كنا منطقة قريبة من الخالدية، كان في قناص وقذائف طول اليوم على مدار الساعة يرموا علينا ويقنصونا. هلا الحمد لله بدخول الجيش على الخالدية نظف هالمنطقة وصار أمان، وفينا نروح ونجي بهمة الجيش العربي السوري بأريحية. هلا أسواق وازدحام مروري وحركة في المحال التجارية، كلها مظاهر كانت قد غابت خلال فترات سابقة شهدت فيها المدينة أقصى المجازر وأعنفها، لكنها بدأت تعود اليوم ليعود معها التلاحم الاجتماعي وتماسك البنية الديموغرافية والسعي القوي لتعزيز العيش المشترك. لكل معركة انعكاساتها على الواقع الاجتماعي. تراجع حدة الاشتباكات في المدينة بعد سيطرة الجيش السوري على حي الخالدية انعكست إيجابا على عودة الحياة بشكل تدريجي إلى أحياء مجاورة. ويبقى سؤال الشارع الأهم، ماذا بعد الخالدية؟ من مدينة حمص، طارق علي، الميادين. والآن إلى صفحة الأخبار الاقتصادية والزميل عبد الله ظاهر. عبد الله، يبدو أن أخبار مصر طاغية اليوم على الأخبار. صحيح، هناك العديد من الأخبار، دول جمدت مساعداتها وهناك شركات أجنبية أغلقت أبوابها في القاهرة.
السلام عليكم. نبدأ أخبار الموجز من مصر، حيث ارتفعت تكلفة التأمين على ديون البلاد من مخاطر عدم السداد ارتفاعا حادا بعد تفجر أعمال العنف في أنحاء البلاد والمواجهات بين قوى الأمن والإخوان المسلمين. وتوقع محللون تابعون لسوسيتي جنرال أن تشهد جميع الأصول المصرية تراجعا رغم محاولة البنك المركزي تحقيق الاستقرار في الجنيه المصري والمزيد من إعادة التسعير في السندات الخارجية. الأحداث الدامية في بلاد النيل دفعت الدنمارك إلى تجميد مساعداتها للقاهرة. قيمة المساعدات لا تتعدى 4 ملايين يورو، وهي عبارة عن مشروعين، أحدهما عبر منظمة العمل الدولية والثاني عبر البنك الدولي. وزير المساعدة على التنمية في الدنمارك كريستيان فريز قال إن هذا القرار يأتي ردا على الأحداث الدامية والمنعطف المؤسف الذي اتخذه المسار الديمقراطي. دوما مع أخبار مصر، فنتيجة تردي الأوضاع الأمنية والخشية من تفاقم الأزمة أغلقت رويال داتش شيل مكاتبها في القاهرة وفرضت قيودا على سفر موظفيها إلى هناك. وفي مسار مشابه أوقفت مجموعة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية كل إنتاجها، حيث علقت نشاطها نحو 7000 عامل تمهيدا لدرس الاستمرار في القرار يوم السبت المقبل، فيما أوقفت جنرال موتورز الإنتاج في مصنعها وأغلقت مكتبها في القاهرة. إنتاج ليبيا من النفط ينخفض مجددا، إضرابات عمالية جديدة تخفض الإنتاج من 680 ألف برميل يوميا إلى 600 ألف برميل، وتفوق الطاقة الإنتاجية في ليبيا 1,600,000 برميل يوميا، لكن إضرابات سابقة وإضراب حراس أمن في أكبر مرفعين بحريين في البلاد أوقفا معظم صادرات الخام، مما يهدد بارتفاع بأسعاره إلى 120 دولارا. الموعد يتجدد عند الخامسة مع نشرة أخبار سوريا والعراق. عودة عليك دينا. شكرا لك عبد الله. بوليفيا الجنسية ناهز عمره 100، وها هو اليوم يعيش على ذكرى أجيال خلت وأحفاد تجاوز عددهم 40. رولا بحسو. هي الحياة التي أتاحت لكارميلو فلوريس لورا البوليفي الجنسية أن يشهد على أجيال خلت 123 عاما خطت وجهه وكفين ومعدة لم تعد تأبه بما يدخلها. لا أعرف القراءة أبدا، فأنا أمي أكل كل شيء، الثعالب، الأفاعي، حتى أنني أكل قشور لحم الحيوانات، هكذا أعيش. كتاب جينيس للأرقام القياسية فتح صفحاته أمام لورا، لعله حان الوقت لأن ينصف بشيء من الحياة بعدما عاش عقودا في جعبة الفقر. السيد كارميلو فلوريس لورا، والذي ولد في 16 من تموز يوليو عام 1890، وكان قد زود هذا السجل بشهادة عمادة، وهي وثيقة معتمدة لمن ولد قبل عام 40 عندما لم يكن متوافرا أي سجل للأحوال الشخصية. يفتقد زوجته بشدة، يجلس على عتبة الزمن حائرا، لكن أولاده الثلاثة وأحفاده الأربعين وأبناء أحفاده 19 هم ما جناه من حياة يقول إنها بعثت فيه الأمل تارة وتارة أخرى ألقت بظلالها عليه بكل ما تحمله من قسوة. أما الآن فإلى أخبار الرياضة والزميل عبد الرحمن عز الدين. عبد الرحمن، مساء الخير. مساء النور دينا، شكرا لك. السلام عليكم. تونس تتألق وديا وتهزم الكونغو بثلاثية استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014. وهبي الخرزي لاعب باسيا الفرنسي افتتح التسجيل لنسور قرطاج بعد 7 دقائق من بداية اللقاء، وتكفل عصام جمعة مهاجم الكويت الكويتي بتسجيل ثنائية. بهذا الفوز اطمأن الجهاز الفني للمنتخب التونسي على جاهزية لاعبيه، تنتظره مباراة حاسمة مع الرأس الأخضر مطلع الشهر المقبل في الجولة الأخيرة من منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال.
التألق التونسي لم ينسحب على المنتخب المغربي. أسود الأطلس سقطوا على أرضهم أمام بوركينا فاسو بهدف مقابل 2. الفريق الضيف تقدم بهدفين عبر بيرتران تراوري وعبد الرزاق تراوري. عبد العزيز برادة سجل هدف حفظ ماء الوجه للمغرب في الدقيقة 64. منتخب المغرب سيحل ضيفا على ساحل العاج في 6 من شهر أكتوبر المقبل في مباراة غير مؤثرة. سقوط كبير لمنتخب العراق أمام تشيلي بستة أهداف من دون مقابل في مباراة استعدادية لتصفيات كأس آسيا. لاعب برشلونة أليكسيس سانشيز تألق على نحو كبير وسجل هدفين، وأحرز جون بوسيجار هدفين أيضا، فيما تقاسم أنخيلو هنريكيز وأخينيو مينا الهدفين الآخرين. تشيلي تحتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، تسعى إلى مواصلة تقديم الأداء الجيد من أجل التأهل المباشر إلى العرس الكروي. غياب ليونيل ميسي عن الأرجنتين لم يعد يقلق محبي التانجو، فقد تغلب منتخبهم على إيطاليا بهدفين لواحد من دون البرغوث في أول مباراة تجمع المنتخبين منذ 12 عاما. الأرجنتين تقدمت بثنائية تقاسمها مهاجم نابولي الجديد غونزالو هيغوين وزميله بانيغا. غياب ماريو بالوتيلي أثر على نحو كبير على هجوم إيطاليا، اكتفت كتيبة الأتزوري بهدف واحد سجله لورينزو إنسيني. منتخبا إيطاليا والأرجنتين تقابلا في نهائيات كأس العالم 4 مرات متتالية بين عامي 78 و90. أما آخر لقاء ودي بينهما فأقيم في روما عام 2001 وانتهى بفوز الأرجنتين بهدفين لواحد.